ان اليوم محتاجين المزيد من المبرمجين من الناس المتخصصه في مجال علوم الحاسب. قدمت مشروع حق بيت التمويل الكويتي، كنا متوقعين راح يدققون معانا وممكن احنا نتوتر وما نجاوب صح، والحمد لله اعطونا من الكلمات اللي تعطي دافع للطالب انه يقدر يكمل على شغله ويقدر يتحسن خلال الوقت. الطلبه اللي شفناهم وشفنا البرزنتيشن مالهم كان الترتيب وايد ممتاز، صراحه شيء يشرف ان في طلبه كذي بهذا المستوى. Presentations in computer science were very good. They exceeded my expectations and proud to see students of Gust manage to gather so much knowledge in such a short period of time. اللي شفته شيء بروفيشنال، اللي شفته شيء ناس متمكنه. All of the themes were quite close actually. صراحه كان اختيار الفايز وايد صعب. بعد برنامج عيش التخصص أنا اكتشفت أن سوق العمل مشابه وايد للي إحنا قاعد ندرسه، فهذا أعطاني ثقة كبيرة وهذا راح يساعدني جداً من ناحية السي في. طلبة جاهزين حق أي تحديات حق سوق العمل.